لوك شو اللي عملته؟ معقول تضرب ابنك هيك على وشه؟ هالولد بيكون ابني وما رح اخد اذنكم وقت اللي بدي اعاقبه على شيء. هالوك تعال نحكي جوا شوي، ما في داعي تكبر الموضوع اكثر من هيك. رح يكبر صدقيني، رح يكبر كتير، وما بدي روح لمحل واللي بده ينحكى هلا رح ينحكى قدام الكل هون. وانت كمان يا اخي الصغير اللي صرت عم تشتغل من ورا ظهري. اخي انت هلا معصب كتير. ايه معصب ومعصب منك كتير. اخي بدي جواب مثل الرجال فورا. وينه هذا الشاب اللي اسمه سافاش؟ وينه هلا؟ سافاش راح يا اخي، وانت ما عاد تشوفه، هذا كل اللي بيقدر لك اياه. لوين راح بقى؟ ما بيقدر يروح لاي محل، وبده يرجع لهون لحاله ويدخل من جديد على المصح. هالوك لو سمحت اهدى بقى شوي، اللي عم تقوله مو منطقي بنوب. لا انا كتير منطقي يا اختي. ليكي انا حكيت معك واتفقنا وانت قبلتي بهذا الشيء، حتى انك وقعتي على دخوليه، مشان هيك ما حدا منكم يتصرف شيء بدون علمي. ما راح يصير هالشيء اخي، بنقعد وبنحكي بعد شوي بس تهدى وتروق. انت اكثر واحد معصبني. ليك يا اما بتجيبه هلا لهون يا اما ما بتفوت على هذا البيت بنوب. في هالبيت ما حدا مسموح له يقرر غير انا وبس. لا شو يعني لا؟ لا هالوك طول بالك شوي. انت لا تتدخلي، ما رح اخذ اذنك قبل ما احكي مع اخي. هالوك حاجتك جنان بقى، جاوزت حدودك زياده عن اللزوم، تصرفاتك هي رح تندم عليها، حاجه تتنادى بقى. انت لا تتدخلي، انت لا تتدخلي والي حكي معك بعدين. ليك يا بيرجع الولد لهون وبيدخل على المصح، يا اما انت ما راح تدخل على هذا البيت مره ثانيه. عم تفهم شو عم احكي؟ هالوك خلصنا بقى، شو صار لك؟ شو كل هاد اللي عم تعمله؟ شو مو شايف حالك؟ رجع لوعيك بقى، شو مريض انت يعني؟ كنش اصحك تقرب مني. هالموضوع ما تسكر ورح نرجع نحكي فيه، لازم تشكره جونيش. جونيش 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 خلينا نحكي شوي. عن شو بدنا نحكي هالوك؟ شبك جنيت؟ ليش انت بوضع بيسمح لك تحكي هلا؟ لك ما شفتيهن؟ عم يشتغلوا على كيفهم من ورا ظهري وعم يكذبوا علي بكل وقاحة، ما بقدر اتحمل الكذب بنوب. بس هالوك انت مو طبيعي بنوب، حتى تصرفاتك مو طبيعيه. لك انت ضربته لعلي كف قدامي اليوم وعم تتصرف كانك معامل اي شيء. شو مالك شايف حالك؟ شو عملت؟ ضربت ابنك قدام بناتي وما كفاك تهجمت على احمد. لو سمحت ارجع لوعيك هالوك، وحاجه جنان يستاهلوا اكثر. بس الله يخليكي لا تزعلي انت. ما حدا رح يزعل منك، بس انت اصحى هالوك، شوف حالك شو عم تعمل. الله يخليك ارجع لعقلك وفكر باللي صار منيح لو سمحت فيه. لك انا هلا رح اطلع لفوق لعند البنات ورح احكي معهم شوي بالشي اللي صار قدامهم بالصالون.